ألا محمدا رسول الله رسول الله. هكذا نطق هذا المسلم بشهادتين بعد أن كان غير مسلم وعادها بلغته مطمئن القلب. I believe we have one God and our prophet is Muhammad. كثيرون هم الأجانب من ديانات أخرى الذين يأتون إلى الديوان الإفتاء حتى يدخلون دين الإسلام ولكل قصته. قلت في نفسي لم لا؟ لم لا أقوم بهذه الخطوة؟ ثم في النهاية قررت واتصلت بزوجي، قلت له لقد اقتنعت الآن وسأعتنق مثلكم دين الإسلام، وأنا اليوم أسعد امرأة بين نساء. قالت لي مش نقول لك حاجة جميلة ياسر شني؟ قلت لها شني؟ قالت لي راني دخلت الإسلام كما صغاري، حبيت نتبعكم الكل كما صغاري. وجدت الاسلام مهما من ناحيه احترام العادات والعيش في سلام، لهذا اخترت ان اعتنق الاسلام وللسنه الرابعه اصوم رمضان وانا مرتاح جدا. هكذا عبروا عن احاسيسهم وهم في حضره سماحه مفتي الجمهوريه الذي يشهد بنفسه على دخولهم الى دين الحنيف. تعرف اولا ثم نتحدث على ماهيه الاسلام، شكون يعرف الاسلام؟ مقتنع بالإسلام أم لا؟ يعملنا مقارنة بين الإسلام والمسيحية، يأخذ فكرة إذا كانوا مقتنعين يشاهدوا. هذه العملية وظيفة من بين وظائف ديوان الإفتاء والتي تتم بطريقة إدارية مضبوطة يليها إجراء شرعي. العدد يعني يتعاظم يوما بعد يوم، والحمد لله أن تونس تلقى قبول كبير جدا. الآن أعداد يعني تتضاعف من سنة إلى أخرى بشكل كبير جدا باعتبار سهولة الإجراءات وباعتبار أنه موقع تونس هو كان موقع ريادي. ومن أبرز الأسباب التي تقف وراء رغبة العديد في اعتناق الدين الإسلامي بحسب الديوان هو الاحتكاك بالجالية المسلمة، إضافة إلى جوانب ذاتية على غرار الزواج بتونسية مسلمة، لكن هذا لا ينفي وجوب الاقتناع بالإسلام. استعرض إمام جمع الزيتون المقال حسين العبيدي فصول وثيقة